جيها فريق مكتوب عليه فريق مغرب الناس فين وصلت فريق مواصلات فريق كلشي فريق الشغل البلدي مراحل فري الباركينات فري كلشي فري هذه البلدان اللي شويه شويه تحشم على نفسها وتحترم مواطنينها الحسن الكوتشي غابة مراكش الكوتشي يلا تعال الله هذه الأجواء اليوم السبت الأجواء كي دايرة في دنفر كل شي خارج ثاني مساء الخير هنا ثاني نشوفوا هذه القضيه دي كيفاش دبروما هذه القضيه ديال الباعه المتجولين داروا لهم هذا لي كوسك هذه على هذا الشكل هذا في وسط الشارع كلهم منظمين شتيهم هكا كيكونوا حتى هما تيبداو مورا العصر كيبداو حتى هاد الوقيته ما كيطولوش هاد الوقيته ديال 9 الليل كيحبسوا ولكن بهذا الشكل هذا منظمين ها هما شتيو هما تيجمعوا دابا هاد الوقيته باش الناس دبرت كل شيء وهذا راه شارع كيدوز فيه الدراجات كيدوز فيه المترو كيدوز فيه الحافلات كلشي كيدوز فيه كلشي منظم هنا ها انت تدبير وامال تلفت المطعم وحنا جاعين وامال تلفت المطعم حنا خرجنا حنا صايمات وخرجنا باش نفطروا جاب الله بعدا صلينا قبل في الفندق وكسرنا شويه رمضان وامال الليبيا تلفت لنا المطعم وحنا كندورو من احنا نستمتع بالخرجه الليليه واليوم الليل يحكي معانا ونحكي معاه ونتبادلوا اطراف الحديث شوف ويسال فينا شتي علاش اول مره ولا شتي علاش هي المدينه المستدامه علاش هي المدينه المستدامه So as you guys probably already know, this street is the 16th Street Mall. And it stretches for 1 mile from the Denver Capitol all the way to the Union Station. It's 1 mile. 1 mile. All along it, there's lots of entertainment. We are recording this. And so you have a huge park right in front of it called the Civic Center. أكبر park في دنفر اللي قبلنا وراه. Or overland. هذا جديد لا ما دوخنا هذا الشارع اللي كله دوخ يو
عندك عندك او تك مطاعم هم يقصدوا كلمة فالة وأي مشروب عادي بيبسي أنا قهوة. شفتي كيفاش هذا الشيء بالنهار هو الشارع وبالليل كنسدوه هاد المطاعم وهاد الشيء بالشكل هذا الخارجي جميل جدا. شتي كي كتعطيو الحيوية للشارع بالليل كيتحبس وكيولي كيكونوا فيه المطاعم كيخرجوا بهذا الشكل هذا. طيب يدير بنا قصة عربية على شوفي على الطراز السوري والعربي. اوشن رايم بتبدو هاي هذا للهاي بيبل هذا قالك للهاي بيبل صح هو باين انه للهاي بيبل هم يشوفوا فينا والله على بريده شحال زوينه كانت جولة رائعة بليلية جولة رائعة جدا صراحة استمتعت شفت هذه الحياة في دنبر بالليل السبت الليل كل فرحات وكل زين وكل غوت شفتي هذه صاحبة الصوت الجميل اللي سمعته هاي صاحبة الصوت الجميل صبر مهدوم درنا راديو نعيمة سميح أفضل مطربة عندي تحب أغانيها وهي المغربية ما تعرفش الأغنية أنا نحبها أي شفته هي المغربية ما تعرفش هي تايلة مغربية نعيمة سميح رمز من رموز المغرب أي نعم من عمالقة المغرب عملاقة عملاقة صحيح ورجاء الله يرحمها ويوسع لها رجاء بالمليح لطيفة رأفت صح مكانه عزيزة جلال عزيزة يا جلال الله افتقدناها في الساحة وكانت أصوات رائعة فعلها أغنية مشهورة عزيزة جلال كنا ديما نغنوا فيها نسيت Thank you.
Okay. I can do okay, it myself. You got this. Thank you. You're welcome. But really, we're lovely. It's so lovely too. I'm glad you guys enjoyed it. Yeah. Thank you so much. You're very welcome. Ahsan. What's that? Ahsan. Ahsan.